بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أعضاء هيئة الشرطة، الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه لكم بأسمى عبارات التحية والتقدير، كل عام وأنتم بخير. واسمحوا لي كذلك أن أتقدم بتحية اعتزاز واحترام خاصة لأسر شهداء الشرطة، فلا يوجد ما هو أغلى من تقديم أرواح الأبناء فداء للوطن، وهو ما فعلته هذه الأسر عن طيب خاطر. لا يبغون جزاء ولا شكورا إلا أن يكون وطنهم مرفوع الرأس شامخ القامة، لا يخضع لمحتل ولا يقر أمام تحد مهما بلغت صعوبته. السيدات والسادة، إن القدر شاء أن يكون هذا اليوم رمزاً ليس فقط لعيد الشرطة وتكريماً لبطولات رجالها وتضحياتهم، وإنما عنواناً لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه أبطال الشرطة ليقفوا في وجه المحتل الغاصب يوم 25 يناير، معلنين بالأفعال وليس بالأقوال أن الموت من أجل الوطن أهون من قبول الهزيمة والاستسلام لها. شاء القدر أن يظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر عنواناً على قدرة المصري على تحدي المستحيل ذاته والوقوف أمام المحن والشدائد، كما الجبال لا تؤثر فيها الرياح، واستمرت هذه الروح العظيمة تسري في وجدان شعبنا حتى اليوم، تزودنا بمدد لا ينقطع من القوة والصمود ليعيننا على تحديات الظهر وتقلباته. فخلال السنوات الأخيرة كان الروح التحدي تلك حضور لافت في الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها مصر. وإذا نظرنا بموضوعية وإنصاف إلى هذه السنوات لوجدنا أن قليلاً من التقديرات ذهبت إلى أن مصر ستعبر هذه المرحلة، ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بسلام. ولكن وكما هي عادة المصريين بروح التحدي والصمود الجبارة التي يملكونها، حافظوا على دولتهم وحموا بصدورهم مكتسباتهم التاريخية، ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى، ودعموا مؤسساتهم الوطنية، وتحملوا بصبر وشموخ طريق الإصلاح والتطوير من أجل أن تعبر مصر مرحلة الخطر وتثبيت أركان الدولة إلى مرحلة البناء وتأسيس الجمهورية الجديدة التي نعمل لتكون تجسيداً لأحلام المصريين وآمالهم. السيدات والسادة، إن بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومي بجميع عناصره ومكوناته، وكما أن الاقتصاد لا يمكن له أن ينطلق وينمو بدون بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة، فإن الوطن لا يحيا ولا يبقى بدون حماية الأمن القومي وصونه من الأخطار التي لا تخفى عليكم. وأنتم الشعب المصري العظيم الواعي المدرك لتعقيدات المنطقة التي نعيش فيها وانعكاسات ذلك على الداخل. وفي هذا الإطار تقوم هيئة الشرطة المدنية بجهود يعجز البيان عن حصرها وإيفائها حقها، ويقدم أبناؤها تضحيات يقف أمامها وطننا ممتناً ومقدراً وشاكراً. إن هذه الجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة تسهم بأشد ما يكون الإسهام في بناء وطننا وحماية أمن كل مواطن مصري يحيا على هذه الأرض الطاهرة.